تاني حاجة هنتكلم عليها في الجزء الخاص بالمفاهيم الإنشائية هي الكنات. عشان أحسب حديد الكنة بكون محتاج أعرف حاجتين، أول حاجة مقاسات الكنة، تاني حاجة عدد الكنات المطلوبة. عشان أحسب عدد الكنات المطلوبة في حاجة زي اللي قدامي دي لازم أكون عارف العلاقة بين كنات العمود وكنات الكاميرا، مين هيعدي ومين اللي هيقف على وش التاني. عشان كده دايما بنقول الكنات بتاعت العنصر اللي شايل هي اللي بتكمل، والكنات بتاعت العنصر اللي متشال هي اللي بتقف. من غير ما اكون عارف المعلومة دي ما اقدرش احسب لا عدد الكنات في العمود ولا عدد الكنات في الكاميرا. الحالة دي تقابلني كمان لو انا اتقابلت عندي كاميرا رئيسية مع كاميرا ثانوية، يبقى الكنات بتاعت الكاميرا الرئيسية هي اللي هتكمل والكنات بتاعت الكاميرا الثانوية هي اللي هتقف. تاني حاجة بالنسبة للكنات، ازاي احسب ارتفاع الكنة؟ عشان احسب ارتفاع الكنة لازم اكون عارف ايه اللي فوق الكنة دي. بنقول ان الحديد العلوي بتاع العنصر الضعيف بيعدي فوق الحديد العلوي بتاع العنصر القوي. يعني لو عندنا بلاطة متشالة على كاميرا، الشبكة العلوية بتاعت البلاطة بتعدي فوق الحديد العلوي بتاع الكاميرا. يبقى في الحالة دي انا محتاج انزل شوية بالكنة بتاعت الكاميرا عشان اسمح للحديد العلوي بتاع البلاطة ان هي تعدي. اللي احنا شايفينه ده الحديد العلوي بتاع البلاطة معدي فوق الكنة بتاعت الكاميرات اللي شايلة البلاطة. الصورة اللي قدامنا هتجمع لنا الحالتين، دي كاميرا رئيسية شايلة كاميرا ثانوية، هنلاقي ان الكنات بتاعت الكاميرا الرئيسية هي اللي كملت والكنات بتاعت الكاميرا الثانوية هي اللي وقفت على وش الكاميرا دي. الحديد العلوي بتاع الكاميرا الثانوية عدى فوق الحديد العلوي بتاع الكاميرا الرئيسية عشان تشيلها. في هنا كاميرا ثانوية متشالة على الكاميرا دي، فالكاميرا دي بالنسبة للكاميرا اللي ورا دي كاميرا رئيسية، هنلاقي ان الكنات بتاعت الكاميرا الرئيسية هي اللي كملت معايا والكنات بتاعت الكاميرا الثانوية هي اللي وقفت، ونفس الكلام بالنسبة للحديد العلوي بتاع الكاميرا. في الجزء ده من الكورس هنتكلم على حسابات الكنات للكاميرات والأعمدة. عشان أحسب وأفرد حديد الكنة بكون محتاج أعرف ثلاث معلومات، أول حاجة قطر الكنة ودي حاجة بتجيلي في اللوحة، تاني حاجة أبعاد الكنة ودي حاجة أنا بحسبها، تالت حاجة عدد الكنات اللي أنا محتاجها من نفس الكنة دي عشان أقدر أحسب وزن الكنة الواحدة وأضربه في العدد اللي عندي، يبقى أنا كده حسبت كمية الحديد وكمان فردت الكنة اللي هيتقطع عليها. لو بصينا على كنة زي اللي قدامنا دي هنلاقي ان دي كنة بتاعة كاميرا، الكاميرا دي قطاعها 75 سنتي في 45 سنتي، هو قال لي في اللوحة هنا ان الكفر عندي 4 سنتي، يبقى عشان احسب الكنة دي انا بقول ان عرض الكنة بيساوي 45 ناقص 4 سنتي كفر يمين و 4 سنتي كفر شمال، يبقى 45 ناقص 8 يبقى 37 سنتي، يبقى هنا 37 العرض ده والعرض اللي فوق كمان 37. بالنسبة للارتفاع نفس الموضوع، 75 سنتي ناقص 2 كفر يبقى الارتفاع بتاع الكان عندي 67 سنتي بالنسبة للفرع ده وبالنسبة للفرع ده. في عندي القفل بتاع الكانة، القفل بتاع الكانة بالشكل اللي احنا شايفينه ده بيجينا في اللوح كانديكيشن بيوريني المكان بتاع القفل، لكن احنا في التنفيذ القفل مش بيتنفذ بالشكل ده، القفل بتاعنا في التنفيذ بيتنفذ بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. ده الشكل بتاع قفل الكانة اللي احنا شايفينه هنا اللي هو قال لي عليه في اللوحة اللي احنا شفناها مع بعض دلوقتي ان ده 10 سنتي. يبقى الكنة دي هيكون شكلها
بالشكل ده. وده القفل اللي احنا شفناه مع بعض من شويه، اللي هو قال لي هنا ان هو 10 سم. يبقى انا عشان احسب ابعاد الكانه دي هقول 37 سم في 2 زائد 67 سم في 2 زائد 10، و10 يبقى زائد 20 سم. في معلومه هنا محتاجين نعرفها. انا دلوقتي لما حسبت الحسابات بتاعتي اعتبرت ان لما بلف حديد التسليح بلفه على زاويه 90 درجه، وطبعا مش ده اللي بيحصل عندنا في الحقيقه، لان احنا في الحقيقه لما بنلف الحديد بنلفه على كيرف زي الشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. يبقى انا لو حسبت ابعاد الكانه ان هي على زوايا 90، بالتالي انا بطلع ابعاد مش مظبوطه. نشوف مع بعض الحته دي بنتصرف معاها ازاي. الفرق اللي بيطلع في المقاسات بالنسبه لتاني الحديد في الحقيقه هو ان انا حاسب ان الحته دي زاويه 90، وهي في الحقيقه هتبقى كيرف. طيب مين هيكون طوله اكبر، طول الزاويه القايمه ولا طول الكيرف؟ هنلاقي ان طول الزاويه القايمه او طول الضلعين هيكون اطول من طول الكيرف، وبالتالي لو انا حسبت على ان هي زوايا 90 درجه يبقى انا هطلع طول للسيخ اكبر من الطول الحقيقي اللي انا هحتاجه في التنفيذ. يبقى انا بعد ما حسبت الابعاد دي كلها لازم اخصم الفرق اللي هيحصل عندي نتيجه دي. الفرق ده بيكون في حدود قد ايه؟ الفرق ده بيكون تقريبا في حدود 2 فاي او مرتين قطر السيخ، بمعنى ان السيخ اللي قدامي ده فاي 10، نتيجه البند اللي حصلت عندي دي الطول هيقل عندي 2 فاي، يعني 2 سنتي. يبقى الكنه اللي قدامي دي انا هلفها مره 2 3 4 5، يبقى الطول الكلي للكنه هيساوي الابعاد اللي احنا حسبناها من شويه ناقص 5 في 2 فاي، يعني 5 في 10 ملي اللي هو يديني 10 سنتي. معنى الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ان انا لما اطلع الكنه دي للحداد انا هديله المقاسات بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده، لكن وانا بحسب الطول الكلي للسيخ انا بخصم الفرق اللي هيحصل عندي نتيجه لفه الحديد. الكاميرا دي او الكنه دي الكود بتاعها هنشوفه مع بعض في جدول تفريد الحديد دلوقتي H411. هشوف الكانه اللي هي H411 هلاقي دي الابعاد بتاعتي، ال 37 سنتي العرض، الارتفاع بتاعي 67 سنتي، وال 10 سنتي اللي هو قفل الكانه. لو انا جمعت الاطوال دي كلها هلاقي ان مجموعها اصغر من التوتال لينث بتاع السيخ بالقيمه اللي احنا حسبناها من شويه اللي هي 5 في 2 فاي. نفس الكلام لو انا بتكلم على عمود اللي قدامنا ده، عمود القطاع بتاعه 70 في 70، ده السكشن بتاع العمود ودي الكانه بتاعته. العمود بتاعي هو قال لي ان الكفر عندي 2 سم ونص، يبقى الكانه بتاعتي 65 سم في 65 سم، وده 65 وده 65، وقال لي ان قفل الكانه عندك هنا 8 سم، يبقى الكانه دي في التنفيذ هيكون شكلها كده. يبقى الطول الكلي للكنه اللي قدامي دي هيساوي 65 سم في 4 زائد 8 سم في 2 ناقص، هشوف بالنسبه للزوايا دي الكنه بتاعتي فاي 8، يبقى كل لفه عندي هشيل 2 فاي، يبقى عندي 1 2 3 4 5، يبقى 5 في 2 في 8 ملي، واخصم الرقم ده من الرقم التوتال يديني الطول الكلي للكانه بتاعتي. ده بالنسبه للحساب بتاع طول الكانه.
يبقى انا دلوقتي عرفت القطر معايا، عرفت ابعاد الكانه معايا. المعلومه الثالثه اللي ناقصاني هي عندي كام كانه من الكانه دي. عشان احسب العدد الكلي اللي انا محتاجه من كل كانه بالنسبه للكمرات والاعمده، بكون محتاج اعرف العلاقه بين كانات الاعمده وكانات الكمرات. طبعا الكانات بتاعه الاعمده دايما مكمله من تحت لفوق، والكانات بتاعه الكمرات بتقف على وش العمود. ببساطة عشان احسب عدد الكانات اللي انا محتاجه في الكاميرا دي، هشوف انا عندي كام كانة في المتر، وبضرب العدد ده في المسافة من وش العمود لوش العمود. يعني لو هنتكلم على كاميرا زي اللي قدامنا، الكاميرا دي الكانات بتاعتها فاي 12 كل 10 سنتي، يبقى انا عندي 10 كانات فاي 12 في كل متر طولي من الكاميرا. يبقى ساي لو الكاميرا بتاعتي دي المسافة من وش العمود هنا لوش العمود هنا 6 متر، انا بقول 6 في 10 ب 60 كانه. في الحقيقه الكاميرا دي عشان انفذها هكون محتاج 61 كانه مش 60، لان الحداد لما بيجي ينفذ الكاميرا بيحط اول كانه هنا بنسميها كانه البادي او كانه البدايه، وبعدها بيبدا يعد 10 كل متر. فهلاقي ان اول متر عندي من الكاميرا فيه 11 كانه، وبعد كده كل متر فيه 10. يبقى دايما في الكاميرات هنقول ان العدد الكل اللي محتاجه في الكاميرا زائد 1. ولو الكاميرا بتاعتي فيها اكتر من سبان زي ما احنا شايفين هنا، لكل سبان هحسب عدد الكانات زي ما قلنا، وهزود 1 هنا وواحد هنا وواحد هنا، لان في التنفيذ الحداد بيخلص السبان ده بيقف هنا، بيبدا الكاميرا الجديده دي فبيبدا يحط اول سيخ ويعد الكانات بتاعته. ده بالنسبه لحساب عدد الكانات في الكاميرات. بالنسبه لحساب عدد الكانات في الأعمدة، هنشوف مع بعض العمود ده. ده عمود أول 96 سنتي منه في عندي كانات فاي 8 كل 15 سنتي، وبعد كده عندي مسافة 3.855 الكانات بتاعتها فاي 10 كل 20 سنتي، وبعد كده عندي آخر 96 سنتي من العمود فيهم كانات فاي 8 كل 15 سنتي. طبعا زي ما احنا شايفين هنا الكانات بتاعت العمود مكملة هنا، والكانات بتاعت الكاميرا بتقف على وشها زي ما قلنا. طيب يبقى انا عندي هقول اول 96 سنتي فيهم فاي 8 كل 15 سنتي، يبقى عشان احسب العدد ده هقول 96 سنتي على 15 اللي هو السبيسنج بتاع كل كان. هلاقي الرقم ده 6.4، مفيش حاجة اسمها 6.4 في العدد، فهنقول 7 زائد 1. يبقى أنا عندي أول 96 سنتي فيهم 8 كانات من قطر 8 ملي. بعد كده في عندي الكانات اللي هي الفاي 10 كل 20 سنتي متوزعة في المسافة دي، فهقول عشان أحسب العدد بتاع الكانات الفاي 10 هقول 3.855 على 0.2. كل واحد بيحسب بطريقته بقى، بالمتر او بالملي او بالسنتي مش هتفرق، هو كله نفس الكلام. فهلاقي ان انا عندي هنا تسعتاشر واتنين من عشرة كانة دي. انا هقول 19 كانة، مش هقول 20، لان 19 واتنين في الاول، وكمان الاتنين من عشرة دي الحداد وهو شغال بيوزعها على الكانات، فمش هكون محتاج ازود كان هنا، ولو زودتها كمان مش غلط. طيب بالنسبة لاخر 96 سنتي، الحسبة بتاعتهم بالظبط زي الحسبة بتاعت اول 96 سنتي من العمود، لكن مش هنقول هنا زائد 1. كده انا حسبت عدد الكانات اللي انا محتاجه في العمود من هنا لهنا. بنفس الطريقة دي اقدر احسب عدد الكانات بتاعة العمود اللي هتكون مكملة في الكاميرا فوق. ده بالنسبة لحساب عدد الكانات في العمود والكاميرا. كده انا معايا عدد كانات، معايا طول كل كانة، معايا القطر والوزن من المتر الطولي، اقدر ببساطة جدا افرد الحديد واحسب كمية الحديد اللي انا محتاجها.